اختتمت فعاليات مسابقة الشرق الأوسط للسيارات التي تعمل بالطاقة الكيميائية بفوز الفريق الأردني، وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، والتي تعقد ضمن المبادرات الاستراتيجية المخصصة لفعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الخامس لهندسة العمليات مبك 2019. سنوات دراسية مضنية قضاها طلاب الهندسة الكيميائية بجد واجتهاد، وها هم يحصدون ثمار تلك السنوات عبر تطبيق تلك الخبرات بشكل عملي في منافسات قوية مع أقرانهم من مختلف الجامعات المشاركة في مسابقة الشرق الأوسط للسيارات التي تعمل بالطاقة الكيميائية، وفاز فيها 3 فرق من بين 8 فرق مشاركة. المسابقة هذه أهميتها تكمن في أن الطلبة يطبقوا ما درسوه خلال المواد المختلفة. الايديا أو الفكرة المطلوبة أن هم يصمموا سيارة تمشي بتفاعل كيميائي وتوقف بتفاعل كيميائي. التحدي هنا أنه ما يعرفوا المسافة المطلوبة ولا الوزن المطلوب وضعه على السيارة إلا قبل ساعة من المسابقة. عندما يتم إعطائهم الوزن والمسافة لابد أن يعملوا خلينا نقول كاليبريشن وكل التجارب اللي عملوها من قبل، بحيث إنه يعرفوا كمية المواد اللي يجب عليهم استخدامها من أجل أنهم يجعلوا السيارة توقف على الخط أو أقرب مسافة إلى الخط. هذه المسابقة السنوية والتي تقام للمرة الثالثة في البحرين ساهمت في تشجيع الطلاب على المزيد من الإبداع والابتكار لتكون لهم بصمة واضحة في قطاع هندسة العمليات في المستقبل. احنا كأول كمشاركين من جامعة العلوم والتكنولوجيا كأول مرة مبسوطين وفخورين الحمد لله بدعم من دكاترتنا ومساعدتهم وبدعم من زملائنا في جامعة البحرين اليوم ان وصلنا لهالنتيجة وبالفيرست بليس يعني المركز الأول الحمد لله. هلا هاي المسابقة بتضيف عند الطالب التحدي، القدرة على الابتكار، التفكير، التركيز، يعني اشتغلنا ساعات عدة تعبنا والحمد لله ان وصلنا لهون، اخذت منا وقت وتفكير وتركيز وبتنمي عند الطالب الموهبة والقدرة على أنه يوصل للإشي اللي بيتمنى. مشاركين في مسابقة الكيميكار اللي هيلد ان بحرين في المؤتمر مال ميبك، والحمد لله حققنا احنا المركز الثالث. تجربة أنه أبدا ما نستسلم، ومهما كانت المشاكل دائما نحاول نصلح، وهاي الهندسة عبارة عن أنه دائما تطلع لك مشاكل في نص الطريق وشلون حتتعامل معها. يعني تقريبا مدتها 4 أشهر كل يوم تصير عندنا مشكله، كانت السياره توقف، السياره ما تتحرك، حتى اليوم كانت عندنا مشكله والحمد لله يعني عالجناها بسرعه والحمد لله احنا فزنا بالمركز الثالث. الفائزون في المسابقه على موعد مع منافسه اكثر قوه وحماس في مؤتمر الطلاب السنوي والذي سيقام في الولايات المتحده الامريكيه، ما يتيح الفرصه امامهم للتعرف على اساليب الشباب الكيميائي العالمي وطريقتهم في إيجاد تفاعلات كيميائية قادرة على تحريك تلك المركبات. مسابقة حماسية تدفع بطلاب الهندسة الكيميائية إلى إطلاق العنان لأفكارهم وتوظيف خبراتهم الدراسية في ابتكار سيارة تعمل بالطاقة الكيميائية وسط منافسة قوية بين طلاب 8 جامعات شرق أوسطية. حول القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.